بسم الله، بيانات المشروع. لو انا عايز ادخل بيانات المشروع زي فاني مدينة في العنوان بتاعه، باجي من الاوبشن بروجكت بريفرنس بروجكت لوكيشن، بقول له البروجكت نيم بتاعي ورقم المشروع والبروجكت كود، ببدأ ادخل المعلومات كلها اللي انا عايزها، وممكن اضيف صف كمان لو انا عايز. بدخل العنوان بتاعي جنب بالجرنة المدينة البلد، وبعد كده خطوط طول ودور عرض سيتس المدينة، وليكن مثلا اختار دمشق، تمام. التايم زون بتاعي، هل المبنى بتاعي عمودي على خط على خط الشمال ولا في ميل مثلا بزاوية 45 مثلا بالشكل دوت. شو ان جوجل مابس، عايز اشوف المدينة دي في جوجل مابس، فيبدأ يفتح لي الخريطة عشان أشوف هل فعلا أنا موجود في المكان ده ولا لأ، تمام. قال لي إن أنت موجود في حتة اسمها حديقة الطلائع، المبنى ده هيبقى هنا في المكان دوت، تمام. لو حد عايز يروح يزور سفارة ماليزيا والحتت دي، أوكي.